السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ضباب شديد، رطوبة شديدة غطت العمارة والشمس. فلذلك انظروا حتى البحر، كل شيء. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا يوجد مكان للجلوس، كل رطوبة مياه. لذلك نقرأ سورة تعادل ثلث القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا ما فهمت شيء، آخر آية لم يكن له كفوا أحد. الأحد هذا شخص أو دولة. لو هناك دولة فيها مليار، موجود مليار إنسان، وكل إنسان عنده قنبلة نووية كبرى من المليار قنبلة، يعني ها؟ لم يكن له كفوا. فأنت بجانبك عظيم، أقرب إليك من حبل الوريد. ماذا تريد غير ذلك؟ كن معه، خلاص انتهى. هو أقرب إلى كل أحد، لكن الذين مع الأقرب إليه من حبل الوريد، مع القوة الخالقة الوحيدة، يعني ما في شريك. أنت كن الله، خلاص أقرب إليك من حبل الوريد، أنت كن قريب. في ناس يقولوا أقرب إلينا من حبل الوريد، أنت لست قريب، هو القريب. أنت قرب، اقترب، اسجد، اخضع له وحده، لا تخضع لغيره، لا تعظم غيره. هذا مختصر الموضوع يعني، ولكن مختصر ثقافي، كل واحد يعرف. قلبك لا ينبض بعظمة ولا حب ولا خوف ولا رجاء أي مخلوق أو ظرف، مثل المرض، مثل الفقر، ما خفته يسلط عليك. لا تخاف أي شيء. أنا غني عن كل شيء، غني عن المال، قل هكذا، غني عن المال، عن أحد يسعدني، زوج أو زوجة أو ولد أو سيارة أو بيت، غني، ما أحتاج. أنا بالله غني، بالله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بس يعني شغلة بسيطة بس تكون قلبية. أنت إذا من أولياء الله، الذي قال أولياء الله كذا كذا، أنت من أولياء الله، وإن كنت تخطئ وتذنب كل يوم. كن قريب منه، هو فتح الباب، لكن أنت كن في الداخل، كن قريبا منه. لا ترى غيره وتشوف العجب، لا تعظم غيره فتشوف العجب. أينما تولوا فثم وجه الله. شوف البحر، ولينا ووجدنا البحر، يدلك على أن له خالق. هذا الماء خالق عظيم، من يستطيع يصنع قطرة ماء حلوة ولا مالحة ولا مرة؟ انظر، هذا بحر صغير ليس محيط. فلذلك عندك رب عظيم، من اقترب منه صار وليا له، يسامح أخطاءه، يعفو عن أخطاءه، يغفر له، يرحمه، يلطف به. ما تشيل هم هذه الأشياء، ليس عنده شروط لابد تكتمل في كذا، والأنبياء فقط ومن لا، المعجزات لك، لك إن اقتربت.
إن لم تعظم غيره لا ينالك. إذن هذه معجزة، معجزات سهلة المنال تكون عندك التقوى. التقوى يعني خل باب مفتوح بينك وبين الله باختصار، يعني قل هو الله أحد، مو واحد، أحد يعني خلاص ليس كمثله شيء. كيف تستطيع تعرف من ليس كمثله شيء؟ آمن بهذا، بس يريدك تؤمن بهذا، أني أنا العظيم، أنا الأحد الصمد، يعني الذي يصمد إليه كل شيء، كل شيء، إنسان غير إنسان، ها؟ متجه إلى الله شاء ولا أبى، حتى لو كان فيه شر من الذي جعل فيه القوة العضلات وقوة التدبير والتفكير وأخذ القنبلة ويرميها على الناس، هو صامد إلى ربه شاء ولا أبى، هو الصمد الله، والناس مصمودين، هو الحي القيوم، القيوم يعني قائم به كل شيء، كل شيء، كل مخلوق قائم بالله، بدون الله لا شيء، يعني لا حول ولا قوة في أي مخلوق، لا حول ولا قوة في أي شيء، صحة مرض فقر، ماذا تريد؟ خسارة مكسب، كل الظروف والأشياء والناس، لا حول ولا قوة فيه حتى يضر الناس أو ينفع الناس إلا بالله، كن مع الله. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. ما نريد نسوي يعني الحين الآن كلام طويل، مختصر هكذا، كلام طويل لازم نجلس، وجلوس ممنوع، ممنوع، الرطوبة قالت ممنوع، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله جعل فيها قوة، تقول لا تجلس، خلاص نحن نسمع. فلذلك أحبابنا في الله الموضوع سهل، لكن الذي أفسد وشوش على هذا اليقين وهذا الإيمان وهذا التوحيد كثرة الكلام البشري وكثرة الكتب البشرية. كتاب الله ممتاز، ما يحتاج، 75% كله آمن بالله. النبتة من الذي يطلع منها شجرة، نخلة كبيرة، انظروا أصلها ذرة. كثير في القرآن يرد هذا، ثم يأتي لك بقصة إبراهيم لأنه معي أقرب إلى القريب، ماذا حصل؟ ألقي في النار فكانت بردا وسلما، غلام في السماء ذات البروج، جاءت نجران هناك، غلام آمن بالله دمر بلد كامل وغير الإيمان واليقين. فنحن إن شاء الله كذلك، كن أنت غلاما وأنا غلام، هذا غلام، ننشر، يقولون لا، يقولون لا، يقولون لا، كيف هم؟ امشي، لا تخاف ولا تتأثر بكلام الأغيار الأكثر ضال. الآن الضلالة صارت في المسلمين، الضلالة يعني ضل، يعني ضيع الطريق، أضاعوا طريق الإيمان ومسكوا العبادات والعلوم كل شيء. فنحن إن شاء الله كل منا غلام، كل منا إبراهيم، كل منا محمد، هذا الأنبياء هذا فعلهم، أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، هذه دعوة الأنبياء، لازم اثنين، اعبد الله كويس واجتنب الطاغوت. الطاغوت ليس أشخاص برا، لا، في الداخل، لا يطغى في قلبك حب ولا تعظيم غير الله، بس اجلس جنب العظيم الذي يقولون عنه عظيم، أنت ليس عندك هنا عظمة له، هذا ما في طغية، ما في، هذا هو كفر بالطاغوت. لم يكن له كفوا أحد، ما هو كفو، أي خلاص، أنت معك هذا، معك الله الذي ليس له كمثله شيء، والذي هو الأحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا
ثلث القرآن، ثلث القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.